لي بشو غلطت لحتى تستحق منك كل هاد. هارش هارش لو سمحت افتح لي الباب. نحن اتنيناتنا خسرنا ابننا هارش، وهلأ أنا ما ضل لي حدا قريب مني غيرك أنت. بترجاك افتح لي الباب، لو سمحت افتح لي الباب هارش. ليك ابني، صح أنت خسرت ابنك، بس لا تنسى أنه هي أم وبتكون عم تتعذب كمان. تعرف قلب الأم لأن بتكون مرتبطة بابنها، ألمها بيكون أكتر من ألمك. صدقني ما حدا بيقدر يحس بألم أم فقدت ابنها. ابني أنت لازم توقف جنبها وتساندها بهذا الوقت، بس أنت طلعتها من البيت، ومو بس هيك أنت تخليت عنا وخزلتها بمثل هيك وقت صعب. هارش يلي عم تعمله غلط وغلط كبير. بهذا الوقت الصعب ماتري محتاجة لوجودها. صح، وأنت شو عملت؟ عملتها بأسوأ وبدون رحمة. لو سمحت هارش، أنت لسه معك وقت، صلح غلطك. ابني أنتوا تعهدتوا أنه تضلوا مع بعض، وهلأ إجا الوقت لتوفي بوعدة. روح ورجعها على البيت. بترجاك هارش، خلي ماتري تفوت. يلا هارش. هارش بترجاك افتح لي الباب. هارش هارش حاجة تدقي على الباب. هذا الباب ما رح ينفتح لك أبداً. روحي وين ما بدك، بس أصحك ترجعي لهون. معقول أنت صرت تكرهني لهالدرجة هارش؟ أنا ما بستحق منك كل هذا الكره. أنا رح أرجع عيد يلي قلته من شوي. أنا ما عاد في شي بيربطني بمتري، ولهيك أنا بترجاكن لا تتدخلوا. هارش ابني افتح لي الباب. استني متري، ما رح خليك تروحي. متري قومي بنتي. انتي مو لحالك يا بنتي، انا رح كون معك. تعالي يلا فوتي لجوا. تعالي. ايه ماتري فوتي. اذا ماتري بتفوت على هذا البيت، بوقتها انا رح اطلع من هذا البيت وما عاد ارجع. عن جد يعني بدك يانا نختار بيناتكن؟ طيب ماشي، أنا رح أترك هذا البيت، رح ضب أغراضي، وبعدها نحن رح نروح وما عاد نرجع على هذا البيت أبداً. لا أنا ما بضل بمكان بنتي بتنهان فيه. لا خالتي لا، وجودك خلى هذا المكان دافي. إذا أنت تركتي وقتها رح يتحول لشوية حجار، مشان هيك ما بصير تروحي. خالتي هارش كان غالي علي، ورح يضل الشخص اللي حبيته لو قد ما صار بيناتنا مشاكل، ورح ضل اتمنى له انه يكون منيح ويعيش حياة حلوة وسعيدة. خالتي كل افراد هاي العيلة بحاجة لوجودك جنبهم. اذا ضليتي رح كون مطمنة انه امه لزوجي جنبه، لانه بهذا الوقت هو بحاجة إنك تكوني معه. بس يا بنتي أنتي لوين بدك تروحي هلأ؟ يعني مع مين بدك تعيشي؟ معقول تضلي لحالك؟ مو لحالي، تأكدي إني رح كون منيحة. أنا رح دبر أموري وأعطيني بحالي منيح. لا حبيبتي، أنتي لازم
ضلي عايشة بهذا البيت لأنه هي العيلة بحاجتك أنت. أعتني بالكل خالتي. حبيبتي لا تروحي. لا لا متري. بترجاكي لا تروحي ماما. أنت ما فيك تتركيني وتروحي. إذا أنت رحتي أنا كمان رح روح معك يا ماما. بترجاكي خليكي. أنا بدي روح مع ماما متري. اترك إيدي بدي لحق ماما متري. هلا بتروح. لا نانديش، خالتك متري لازم تروح. بس أنا ما بدي ضل هون إذا ماما متري تركت البيت. بترجاك بدي روح معها. قلتلك اتركني إذا بتريد. ماما قلي له إنه يتركني منشان أقدر روح معك لو سمحتي. ماما متري ما تردي على كلام عم هارش. خليكي عايشة معنا. بترجاك ارجعي بوعدك ما عاد عزبك. هارش لا تعمل هيك. بكفي عناد بقى وخلي متري ترجع على البيت. بترجاك. ايه هارش خلي متري ترجع. انا ما بقدر اعيش بدون ماما متري ابدا. طلع على غرفتك. لا ما بصير. بدك ياني خلي قاتلت ابني تعيش ببيتي؟ المجرمين مكانهم السجن. كوني ممنونة اني بس طلعتك من هون. انت ما بتستاهلي تكوني ام. انت سبب بموت ابنك الصغير. هذا اللي عم تعمله ما بيصير. هارش بانديت. متري بكفي. انت قلت كل الكلام اللي عندك هارش بانديت. هلا صار دوري لحتى احكي وانت بدك تسمع. انت مستحيل تحس بألم الام وقت هي تخسر ابنها. لو شو ما عملت انت مستحيل تحس. لانه انت ما حملت الولد ولا حسيت فيه عم يكبر جواتك. بالنسبه الك هو اجى على هاي الحياه لما انا ولدته. بس بالنسبه الي ابني عايش من لما حسيت بدقات قلبه وصار يتحرك جواتي ويشاركني بكل شيء. من هداك الوقت وهو عايش معي.